أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون